ان فنان يكون موجود وعارف ان هو مش هيقدر يجي الحفله ما بيغيرش الجايزه ويديها لحد تاني، لان دي جايزه الجمهور وده اللي معروف دايما عن دير جيست. ودلوقتي عايزين نبدا التكريمات، واول حاجه طبعا بيكون تكريم لمشوار فنان. واحنا النهارده معانا فنانه من زمن الفن الجميل، هي بنت المحلة اللي جت القاهرة علشان تكون هانم من هوانمها، عندها عيون أجمل من عيون بهية لأنها عيون صفية. هي تاريخ كبير من النجاح في السينما المصرية والدراما العربية، هي اللي عشنا معاها أجمل ليالي، ليالي الحلمية، نزاجة، النجمة الكبيرة، هانم مصر، صفية العمري. توكيل اللي انت سبتهولي بعت لنفسي مش بس العزة، كل املاكك يا سيدي. نجيب من الاخر يا ست رزقه زي ما بيقولوا. ولا يسعنا الا ان نقدم جزيل الشكر للسيد الامبراطور علي حسن سلوك. رامو وبشير بيعملوا لي سحر عمل عشان تطلع برضه بنت. الخدمين تحت رجليك والجواري رهن اشارتك، الكل مستني يسمع كلمتك والكل عايز مشورتك. أجمل حاجة إنه أنا شايفاكم كلكم، إحنا بنتقابل في مناسبات سعيدة وبتكون قليلة، لأنه يعني زملائي وأصدقائي وإخواتي وحبايبي دايماً بتقابل معهم في المناسبات السعيدة دي. سعيدة إن أنا شايفاكم كلكم، بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، نلتقي دايماً في المناسبات السعيدة، وعشرين عشرين تكون سنة سعيدة على مصر أولاً، علينا كلنا، عليكم كلكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا دير جيست.